ما حكم شراء الأكل من محل يسوي الوجبات مثل البيتزا في نفس الفرن الذي يسوي فيه الأنواع اللي فيها خنزير؟ هذا في محل الشبهة، لكن على كل حال النار تحرق الآثار الماضية، وما يبقى من النجاسة يسير معفو عنه. لكن إن استطعت أن تطلب تنظيف الفرن قبل أن يسوى فيه اللحم الحلال الذي تريده فذلك أولى لك فأولى، لكن هذا من اليسير المعفو عنه، والنار تحرقه في الغالب.